بول مدير فندق في رواندا، عايش حياة سعيدة ومستقرة مع زوجته وأولاده الثلاثة. الأسرة ما عندهاش أي مشاكل، مشكلتهم الوحيدة هي في البلد، واللي بينهم تفرقة بين الهوتو اللي بول واحد منهم والتوتسي اللي زوجته واحدة منهم. المشاكل اللي في البلد بتزيد فعلا، ورغم إن الفرقتين من أصل أفريقي، لكن الهوتو شديدين الثمار وهم المسؤولين عن السلطة، وبيكرهوا التوتسي جدا علشان أفتح منهم بدرجة واحدة أو يمكن درجتين، لدرجة إن الإعلام اللي جاي علشان يصوروا الخلاف مش شايفين الفرق بينهم. قالوا لهم غير لون البشرة التوتسي ليهم أنف صغيرة وجميلة، وطبعا برضو كده مش لاقيين فرق. بول كان متأكد ان الخلاف ده الأمم المتحدة هتسيطر عليه، لكن اللي حصل بداية الهرجلة في البلد، الهرجلة اللي بدأت بقطع النور من ميليشيا الهوتو. ولما وصل بول على الفيلا بتاعته اكتشف ان زوجته في حالة رعب، وكل جيرانهم موجودين عندهم، وكلهم كانوا مستخبين في أوضة مع الزوجة. بول بيبص لها ومش مصدق انها جابت الجنان عندهم بالشكل ده، وان هي كده بتعرضه للخطر وطبعا منصبه في الفندق. الزوجه اللي ترجت زوجها ان هو يساعد الكل، كانت شايفه ان الوضع بره مش امان علشان يسيبهم يخرجوا. قالت له انت الوحيد اللي يقدر يحميهم علشان انت واحد من الهوتو. لكن الاوضاع سائد جدا لما رئيس البلاد اتقتل، واعلنت الجماعات الهمجيه في البلاد ان التوتسي الصراصير هم اللي قتلوه، ومن اللحظه دي ما بقوش يقولوا عليهم غير الصراصير. ولما حصل تفتيش وصلوا البيت بول، واللي اضطر يكذب ويقول للجيش ان كل الموجودين دول عيلته، لكن ما عداش وقت طويل وعرفوا ان هو بيكذب، حتى ان هم طلبوا منه يقتل الصراصير دول كلهم، وطبعا زوجته واولاده الثلاثه كانوا منهم. بول اتعامل بذكاء وقال لهم ان هو هيشتري حريتهم بالفلوس. افراد الجيش عجبتهم الصفقه ووافقوا وسابوهم فعلا. بول اخذ عيلته وكمان الجيران كلهم على الفندق، وهناك كان الوضع في منتهى الهرجله. كل الاجانب عندهم حاله فزع، كانوا بيسمعوا طبعا اوضاع البلاد واللي وصلت ليها، والفندق كان مجموع فيه الهوتو والتوتسي، وطبعا جنسيات تانية من العالم كله جايين للسياحة. ومش كده وبس، كمان لجأ للفندق بنات من الصليب الأحمر، واللي طلبوا من بول يدخل عنده أطفال كانوا موجودين في دار الأيتام، عايزينهم ياخدوا الحماية جوه الفندق لأن عليه حراسة من الأمم المتحدة علشان الفندق بلجيكي. طبعا وجود المجموعة المضطهدة في الفندق ما عجبش الموظفين الهوتو، واللي كرهوا بول جدا علشان بيساعدهم، حتى رفضوا يشتغلوا معاه. لكن بول اتصرف بذكاء وكلم صاحب الفندق مباشرة، واللي أرسل ليه ميل يعرفهم ان بول هو المسؤول في غيابه، قال لهم اللي مش عاجبه يسيب الشغل. طبعا كلهم رجعوا على الشغل تاني غصب عنهم. في الوقت ده الاوضاع في البلد بره الفندق بتسوء جدا، وبدات حمله اباده جماعيه لكل التوتسي عقابا ليهم على لون بشرتهم الافتح منهم. وفي الوقت اللي هم مختلفين فيه بالشكل ده كان نظره العالم ليهم ان هم في سله واحده، شايفينهم كلهم سود ومش فارق عندهم ان هم يقتلوا بعض، حتى انهم امروا بسحب كل اصحاب البشره الفاتحه من المكان، فرنسيين وايطاليين وكل الجنسيات، ورفضوا يخرجوا بول معاهم رغم ان هو الراجل بتاعهم طول عمره واللي كانوا شايفينه اسود واحمق زي الباقي. بول كان في حاله صدمه وعيط لزوجته، قال لها ان هم شايفينه احمق وملوش تاريخ عندهم. وفعلا بدا اخلاء الفندق من اصحاب البشره الفاتحه، واللي فضلوا بس الافارقه وطبعا حتى الاطفال منهم، نقلوهم كلهم في اتوبيسات واللي حماهم لون بشرتهم. بعد كده الاوضاع بتسوء اكتر، وبول عليه ان هو يحمي الموجودين طول الوقت. اتصل بصاحب الفندق واللي كان عايز يقفله، لكن بول قال له لو ما حمتش الفندق واللي فيه هيتقال ان جوه الفندق اتقتل ابرياء. في الاول ساعده وقدر يبعد عنه الجيش واللي كان بياخد اوامره من الفرنسيين، لكن فهمه ان الموضوع صعب وان هو مش هيقدر يحميه بعد كده، عليهم ان هم يحموا نفسهم. بول بقى طول الوقت يدي رشاوى للجيش خمور وسجاير علشان يحمي اللي معاه من الميليشيا واللي موجودين في الشوارع طول الوقت بعد ما اترفض عن الفندق حمايه الامم المتحده. ولما كان بيطلع من الفندق علشان يجيب اكل كان بيشوف بعينيه الهوتو واللي بيغتصبوا النساء الافتح منهم، وبيقولوا عليهم عاهرات يستاهلوا كده. ومش كده وبس، كمان قتلوا اكتر من نص الموجودين في البلاد رجال ونساء، وطبعا كان هدفهم الاكبر الاطفال علشان ينهوا على البشره الافتح منهم. جهود بول بدات تجيب نتيجه، والامم المتحده ارسلت اسماء بعض العائلات اللي هيبقى ليها لجوء سياسي في بعض الدول الاجنبيه، وكان من ضمنهم بول وعيلته. لكن هو ما قدرش يمشي ويسيب الاهالي التانيين جوه الفندق لوحدهم معرضين للخطر، وكمان كان فاكر ان زوجته واولاده كده هيبقوا في امان، لكن في الطريق اتعرضوا للميليشيا وكانوا هيقتلوهم، واضطروا الاتوبيسات ترجع تاني على الفندق. زوجته كانت متضايقه منه جدا، مش متخيله ان هو اتخلى عنها بالشكل ده هي واولادهم. قالت له ان القرارات دي لازم تكون مشتركه بينا، وان احنا كنا هنموت وانت بعيد عننا. بعد كده الجيش رفض ان هو يحمي الفندق بعد ما لجأوا تاني للامريكان، لكن بول قدر يقنعهم ان انتوا لو ما حميتوش الموجودين جوه الفندق في يوم من الايام هتتعرضوا للتساؤل واللي هيعتبروكوا ان انتوا خاينين بعد ما تخليتوا عن شرف المهنه وسبتوا الميليشيا تقتل الابرياء. فعلا رجع بول مع الجيش على الفندق،
ولكن لقى الميليشيا مالية المكان، واللي كانوا ماسكين كل الموجودين كان بيدور على زوجته وأولاده ومش لقيهم، ولما لقاهم كانت حالتهم صعبة جدا وفي حالة رعب. بعد كده قرر الجيش إنه يساعد الموجودين، طبعا خوفا على نفسهم عشان بعد كده ما يتحكمش عليهم بالخيانة. أخدوا كل الموجودين تحت حمايتهم ونقلوهم لمخيم للاجئين، المخيم اللي كان تحت حماية الأمم المتحدة، وهناك كان خط الأمان ليهم كلهم، واللي كانت محطة عشان بعد كده يتنقلوا على الطيارة اللي هتنقلهم على البلاد التانية. وهم هناك شافتهم صديقة بول من الصليب الأحمر، الصديقة اللي كانت بتدور على أولاد أخو زوجته. عرفت بول إن الأطفال موجودين ولسه عايشين. الزوجة كانت سعيدة جدا إنها لقت البنتين أولاد أخوها، لكن أخوها وزوجته مفقودين. بول أخدهم معاه، لكن كمان أخد 22 طفل من دار الأيتام. ولما سألته صديقته هتلاقي ليهم مكان، قال لها دايما في مكان. القصة حقيقية لبول روسس باكينا، واللي قدر يحمي 1268 لاجئ من الهوتو والتوتسي، واللي حماهم جوه فندق كان بيشتغل فيه مدير، هو فندق ميلكولين في كيغالي. بول وزوجته عايشين دلوقتي في بلجيكا مع أولادهم التلاتة وبنات أخو الزوجة الاتنين، وتم محاكمة كل اللي شارك في الإبادة الجماعية بالسجن المؤبد، واللي انتهت عام 1994، الإبادة اللي سببت في قتل حوالي 1,000,000 شخص. الحقيقة الوحيدة اللي لازم كلنا نعرفها إننا كلنا عايشين تحت نفس السماء ولينا نفس الرب، ولو هنحارب بعض علشان لوننا أو عقائدنا أو أدياننا مش هنبطل حروب أبدا بسبب اختلاف أفكارنا. كل واحد يقبل اختلاف التاني عنه، ومش بس يقبله كمان يحترمه، واعرف إن كل واحد حر في اللي هو بيعمله حتى لو كنت شايفه غلط. الاحترام هو أجمل هدية نقدمها لبعض، أجمل حاجة هنسيبها لأولادنا وكمان أحفادنا علشان لما يشوفوهم يدعوا للي ربوهم.